اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم نهار جديد وفقرتنا التانية هنتكلم فيها عن واحدة من المبادرات الرئاسية المهمة جدا ان لم تكن الاهم، هي حياة كريمة. قد ايه فعلا دايما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيستجيب لكل طلبات الشباب، بيهتم بمستقبلهم، وعشان يبقى فيه مستقبل جيد لازم كمان يبقى فيه صحة جيدة، وبالتالي ده اللي بنشوفه النهاردة في طبعا حياة كريمة اللي وصلت لكل كفر وكل نجعة وكل قرية للريف المصري اللي النهاردة هيعيش حياة كريمة. كمان مراكز الشباب اللي تغيرت تغير جذري، هنعرف تفاصيل أكتر إزاي من خلال هذا التطور اللي هيطرق طبعا على الشباب بشكل كبير، مش بس الشباب كمان الفتيات، وهو هيكون في العمر ما بين 11 ل 16 سنة، في تفاصيل كثيرة جدا خاصة بيها وخاصة بيها هذه الفئة اللي دايما السيد الرئيس بيهتم بيهم. خلونا النهاردة نعرف ونتعرف أكتر على أفاق جديدة لمستقبل أفضل للشباب من خلال التطوير اللي هيطرق على مراكز الشباب في حياة كريمة، من خلال ضيفنا العزيز اللي مشرفنا منورنا في الاستوديو، الكابتن سيد أبو المعاطي، أخصائي لياقة بدنية ومدير الفني لكرة الطائرة. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. طبعا بنرحب بيك بالبداية ومنورنا ومشرفنا، لأنه إحنا بنتكلم النهاردة في موضوع كمان مهم. تمام، أهلا بيك يا فندم. في البداية طبعا أنا بشيد سيادة الرئيس والمجموعة الوزارية كلها المشاركين في المبادرة بتاعت حياة كريمة، لأن فعلا فعلا يعني دي حاجة يعني بتتعمل على أعلى مستوى في كل المجالات، في كل يعني أي حاجة بتتعمل دلوقتي في الدولة بتتعمل على أعلى مستوى. صحيح. يعني مثلا احنا كنا سباقين بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد. صحيح. مفيش دولة في العالم عملت بطولة عشان جائحة كورونا، احنا تحملنا وكنا يعني نجاح لأعلى مستوى بنظام اللي هو الأنبوبة اللي اتعمل ده، وبالفعل طوكيو واليابان نفسها أخذت التجربة ديت وتشجعوا وعملوا أولمبياد طوكيو بعدينا بعد كأس العالم. هايل. يعني مصر النهاردة بتعلم دول العالم. بالزبط. كلها، وأصبحت بالزبط. النهاردة في عندها ريادة في ده وقادرة على أنها تثبت العالم كله أنها تقدر تعمل وتنظم فعالية أو كأس عالم بالشكل اللي يليق فعلا بمكانة مصر. دي حقيقة، ومش بس في الرياضة، بس ده في أي حاجة، أي عمل بيتعمل دلوقتي الدولة بتعمله على أعلى مستوى. صحيح. يعني احنا شفنا لسه قريب جدا الاحتفالية الكبيرة الجميلة ديت بتاع طريق الكباش، حاجة يعني فوق الوصف. صحيح. العالم كله كان بيتكلم عليها. صحيح. وقبلها كان الممر الملوك، يعني قد ايه كنا بنشوف النهاردة عمل نظرة العالم كلها اتغيرت لينا. بالظبط. قبليها برضو نقل الآثار للمتحف الفسطاط، كانت برضو على أعلى مستوى. نظمنا بطولات عالمية في خلال الفترة ديت، فترة صغيرة. فدايما مصر يعني في الفترة الحالية بتعمل الحاجة على أعلى مستوى. صحيح. ندخل بقى في مراكز الشباب. تمام. والحقيقة يمكن عايزة يمكن أتكلم مع حضرتك في نقطة أنه زمان كنا بنشوف دايما مراكز الشباب. تمام. بشكل معين، وخصوصا ان هي يمكن دايما اقل جوده من النوادي الحكوميه، النوادي حتى الخاصه ممكن يكون فيها بعض الاهمال، نشوف بها يعني. تمام. حاجات لا تليق بالشباب. تمام. النهارده احنا بندخل مركز الشباب نشوف حاجه مبهره. تمام. حاجه. تمام. مختلفه تماما. انا عايزه اتكلم مع حضرتك بدايه كده عن الفرق ما بين مركز الشباب زمان ودلوقتي. في الحقيقه طبعا انت في فرق كبير طبعا دلوقتي، لان فعلا مبادره حياه كريمه في المرحله الثانيه داخل 54 مركز شباب إنشاء وتطوير على مستوى. صحيح. الجمهورية، فبتتعمل على أعلى مستوى زي ما احنا قلنا في البداية إن أي حاجة بتتعمل دلوقتي بتتعمل على أعلى مستوى. لا. كان زمان مقتصر بس إن مركز شباب ده يعني نقول ساحة لعب كرة قدم فقط لا غير. لا، دلوقتي عندنا مركز الشباب في ندوات، في توعية، في أنشطة رياضية، في أنشطة اجتماعية. ده طبعا بيحمي الشباب من التطرف أو الإدمان، وفي نفس الوقت بيتوفر لهم البنية الأساسية، ودي برضو من الحاجات اللي أنا بشيد بيها جدا جدا. يعني فعلا زي ما حضرتك قلتي التجهيزات والملاعب في مراكز الشباب تكاد تكون بتفوق الأندية. صحيح. وهنا أقول لحضرتك الفرق بين مركز الشباب والأندية. الأندية بيبقى قاصرة على الأعضاء، بيدفعوا اشتراكات كتيرة جدا ومبالغ فيها جدا جدا. مركز شباب بيبقى حاجة مبسطة، بتبقى يعني فرصة متنفس
للقريه او المحافظه او النجع مثلا اللي هو في مكان المركز الشباب ده، علشان يعني لجذب الشباب. ودلوقتي كمان بقى يعني حاجه دور مجتمعي، قاعات افراح، وبتبقى حاجه كده ملتقى اهل القريه في مركز الشباب، وده كله عشان التجهيزات اللي اتعملت والتطوير اللي حصل في مراكز الشباب. ودي حقيقه يعني بنشكر الاجهزه كلها القائمه على هذا الموضوع يعني بامانه. ده طبعا بيكون بالتعاون ما بين يعني وزاره الشباب والرياضه والجهات كلها المعنيه بانها تقوم بالتطوير ده، للتعاون مع مبادره حياه كريمه عشان نقدر نبقى داخل كمان الكره والريف المصري. في يعني النهارده مراكز شباب تليق بالشباب النهارده اللي بيعمل وبيشارك وبيتطوع في هذه المبادره. النهارده ده رد الفعل، او النهارده ده اللي محتاجه بقى الشباب النهارده يليق بيه وبمستقبله. لا ده انا عايز اقول لحضرتك حاجه اجمل، يعني التجهيزات اللي اتعملت والتطوير اللي اتعمل في مراكز الشباب ده بيؤهل مركز الشباب ان هو يكون داعم اساسي ورئيسي للاتحادات الرياضيه. هايل. يعني ممكن نعمل حضرتك، يعني انا دي فكرتي، يعني انا بقولها يمكن يعني حد يؤخذ بيها يعني وكده. كان زمان بنعمل في الاتحادات الرياضيه مشروع اللي هو بطل اولمبي، او مثلا مشروع العمالقه اللي هم الخامات الطويله، اللي هي مثلا لعبه زي كره الطايره محتاجه طول معين واطوال معينه وبنيان جسم كده معين، فدي بتبقى موجوده في الكره. نعم. يعني احنا كنا بنبحث عن الخامات ديت وبتجينا دايما من الكره. صحيح. يعني انا في حياتي جالي مثلا وانا مدرب مثلا جالي لعيبه من الكره من المحافظات، فما شاء الله يعني البنيان وكله، بس بيكون عايز تاهيل. فاحنا ممكن نعمل في كل مركز مثلا تاهيل، او ممكن نعمل تخصص مثلا الكره اللي هي الساحليه ممكن مثلا نخصصها في الكره الطايره الشاطئيه مثلا. مثلا محافظات القاهره مثلا لكره اليد، مثلا محافظات معينه في كره القدم، فده بيخدم الاتحادات. نعم. والانديه بقى بتاخد من المراكز الشباب دي. تمام. وممكن نعمل حاجه تانية، نعمل دوري مراكز شباب. كان زمان في دوري مراكز شباب، اعتقد هو موجود بس برضه عايزين نفعله بصوره اكبر، لان التنافس ده بيظهر مواهب كتيره جدا وبيظهر كفاءات، والكفاءات دي لازم نتبناها. يعني يبقى في كده اغلب الكفاءات والكوادر عندنا خرجوا من الكره ومن الريف المصري الجميل. بالظبط. فالنهارده لما نهتم بيهم ونسعى ان احنا نديهم المكان اللي تليق بيهم ونطور المراكز بتاعتهم بالشكل ده، هنقدر ان احنا نساعد الكفاءات انها تطلع لنور وتظهر تاني، ونقدر ان احنا فعلا يعني ناخد الرياده. عندنا محمد صلاح، عندنا وغيره من اللاعبين النهارده فخر العرب حقيقي. بالزبط. النهارده اللي بنفتخر بيه في دول العالم كلها. طب انا عايز اعرف، وخصوصا ان احنا بنتكلم عن حياه كريمه، فحياه كريمه ليها اهداف كبيره جدا وكثيره. كلمني ازاي تطور مراكز الشباب بيتماشى مع اهداف حياه كريمه؟ بص حضرتك، التطور طبعا اللي هو حاصل دلوقتي يبقى يعني مكان ادمي يليق بالانسان، يعني يلاقي مثلا مكان جميل، قاعه مثلا مكيفه، يلاقي مثلا مكان كافيتيريا، كافيهات، حاجه كده يعني للاندسكيب يعني كده قدامه، يبقى حاجه مريحه للاعصاب. نعم. عشان يبقى الانسان يحس بادميته ويحس فعلا ان في تغيير. يعني واحد مثلا طول النهار في شغل بتاع عايز يروح يقعد في هدوء يغير مثلا، يلاقي مكان جميل جدا ومعمول كويس جدا جدا على احدث مستوى. يعني انا مش عايز اقول لحضرتك بتفوق الانديه. ده حقيقي. احنا كنا بنشوف زمان مراكز الشباب يعني تقريبا كانت قربت تخرج من اهدافها المرجوه منها، يعني ما كناش بنلاقي حاجه تمت بصله لمركز الشباب المطلوب منه. احنا النهارده بقينا بنرجع تاني لكل حاجه لمكانها الطبيعي، بل بالعكس كمان في تطور بيطرا عليها خليها تليق النهارده تبقى يعني زيها زي النوادي الخاصه والنوادي العالميه. اضيف لحضرتك حاجه برضو، يعني مبادره حياه كريمه بتعمل مكان ادمي للانسان يبقى يعيش فيه، حاجه شفنا كذا نموذج يعني بصراحه، يعني ان يعني نقول ايه، بس يعني مش عايز يعني عايز اقول فعلا سياده الرئيس السيسي يعني حاسس وعايز يخلي فيه حته اللي هي يعني
الرقي بالانسان، الرقي يرتقي بالبني ادم نفسه. صحيح. فلما الانسان ده يبقى حضرتك في بيته يتعمل كده برضه، يعمل له مكان في نفس القريه مركز شباب. هو طبعا يعني مش هيبقى بنفس القريه لان العدد كبير جدا، يعني ممكن مركز شباب يمسك مثلا 5 6 كره جنب بعض، بس يتعمل له مكان يليق به تكمله للمكان اللي هو عايش فيه، متنزه متنفس زي ما قلت لحضرتك، بيبقى اللاندسكيب كده يقعد يهدي اعصابه، يخرج من اللود بتاع الشغل او العمل او اي حاجه، وبيبقى فيه كل الخدمات. دور بقى الدورات التدريبيه والانشطه اللي بتقوم عليها هذه المراكز. تمام. هو يعني معلوماتي يعني سياده الوزير الشباب والرياضه في تعاون بينه وبين كذا وزاره لتوعيه، لعمل برامج توعيه وندوات في مراكز الشباب، وبالاتفاق مع يعني اعتقد تقريبا الازهر وفي وزاره الاوقاف وفي يعني كذا وزاره، بحيث ان هم يتناولوا موضوعات بتخص والصحه طبعا مهم جدا، برامج توعيه بحيث ان هو يبقى مكان تثقيفي، الواحد ياخد معلومه يخش يحضر الندوات ديت، ياخد معلومه بيثقف بالتوعيه بتاعت طبعا احنا في ظروف الكورونا دلوقتي لازم على طول ناس يعني حملات توعيه، حملات اللي هي التطعيم نفسها احيانا بيستخدم مراكز الشباب اعتقد يعني، فبيبقى فيه تعاون، واعتقد سياده الوزير عمل الكلام دوت يعني انا كنت قريت يعني، ففعلا هيبقى ليه دور جامد جدا جدا، هيبقى حاجه شامله. هي. يعني مش زي ما احنا تعودنا بس على انه في العاب وفي رياضات بتقام، انما هيبقى يعني شكل كامل وشامل لكل افراد الاسره. بالظبط. التوعيه، التثقيف، التطوير، التدريب، كل ما يعني تعني كلمة، وجميع الأعمار، جميع الأعمار، سواء طفل، شاب، فتاة، أب، أم، ففي كل يعني حاليا بيبقى الأنشطة كلها يعني بتناسب جميع أفراد العائلة. هايل. إيه آخر بقى التطورات اللي حصلت في مراكز الشباب في الكرة، يعني اللي ممكن نقول عليها دي آخر حاجة او اخر لمسه حصلت من خلال مبادره حياه كريمه؟ هو في الحقيقه زي ما قلت لحضرتك هو بيبقى في مرحله ثانيه بتاعت مبادره حياه كريمه، معلوماتي برضو ان في 54 مركز شباب على مستوى الجمهوريه بيتم ما بين تطوير وانشاء جديد، فدي طبعا بتبقى يعني ماشيه مع تطوير القريه يعني، بحيث ان تخلص القريه تلاقي الخدمات كلها موجوده، دي المعلومه اللي موجوده حاليا دلوقتي. تمام. خلينا نقول بقى واحنا بنتكلم، حضرتك مدير فني لكره الطايره. تمام. ودي من الحاجات الجميله اللي يعني في كتير جدا من محبيها وبيحبوا يلعبوها، فكلمنا قد ايه مدى اهميتها برضو النهارده، وقد ايه هتبقى النهارده متواجده في مراكز. تمام. الشباب وهيتم الاهتمام بيها لكل الشباب. تمام. بص حضرتك هو كره الطايره من اللعبات الجميله جدا اللي هي يعني بيتهافت عليها أولياء الأمور لتعليم أولادهم، علشان سبب مهم جدا إن كرة الطايرة ما فيهاش احتكاك، فبيبقى سيف قوي للطفل أو اللي هو بيتعلم الكرة الطايرة أو اللاعب، فبتبقى يعني بدأت يعني عليها إقبال يعني. فهي طبعا ممكن من دور مراكز الشباب إن هم طبعا لازم هيبقى في ملعب فولي بول، بيبقى عبارة عن لو عملنا بس في كل مركز شباب، احنا كنا زمان نقول ايه اللي هم البصاصين او اللي هم اكتشاف المواهب، فبيبقى مثلا حد موجود بحيث ان هو ينتقي العناصر ديت وينميها من خلال برضو زي ما قلت حاجة دوري مراكز الشباب، فده هيفرغ ابطال ان شاء الله يعني. جميل. يعني دايما نقول انه النشء الجديد والشباب الجديد هم جيل المستقبل، هم عماد المستقبل، لازم ان انا اقدر احافظ عليه واقيه من الانحرافات السلوكيه. تمام. الفكريه التطرفيه، فازاي ده ممكن نقدر نعمله من خلال مراكز الشباب؟ زي ما قلت حضرتك في الاول برامج التوعيه، الندوات بتبقى طبعا بتحمي من التطرف، بتحمي من الادمان، بيبقى يعني
لما اكون اعمل له مكان كويس وجميل جدا هيجي عندي. طالما يجي عندي ابدا اعمل له البرامج دي، وبتبقى بخطه ممنهجه بحيث ان انا طالما وصل عندي احببه في المكان، هيحب المكان، ومعامل له الندوات دي حاجه، هضيف له تثقيف وتوعيه، وطول الوقت يعني يبقى ملم ب يعني الحاجه اللي هي متكامله، يعني صحه جيده. وطبعا يعني معروف جدا العقل السليم في الجسم سليم، صحيح. فبيبقى شامل رياضه وندوات توعيه، وخصوصا احنا دايما في موجه انفتاح على العالم، وبالتالي انا محتاج ان انا احمي النهارده شبابي من اي النهارده فكر غريب النهارده بيطرق عليه، من خلال هذه المراكز اللي بتقوم بدور عظيم جدا الحقيقه على ارض الواقع، مش بس رياضيا، او ان انا اقدر ان انا ابني بنيه كويسه وسليمه، لا كمان انا ببني فكر. الندوات بقى تثقيفيه توعويه بقدر من خلالها ان انا ادخل للشباب دي الفكر اللي ممكن يكون ما بياخدهوش في اماكن تانية، او انه ممكن يكون البيت غفل عنه. لازم مركز الشباب يقوم بالدور ده الى جانب الرياضه. دي حقيقه فعلا، زي ما قلت لحضرتك انا بحضر له مكان كويس جدا. يعني اعتقد يعني احنا دلوقتي كلنا عارفين الكافيهات والمقاهي بتبقى زحام عليها قد ايه، صحيح، علشان ايه؟ التجهيزات والنظافه والخدمه والحاجات دي. فانا لما اوفر حاجه زي كده بالمستوى دوت، او مستوى يليق بان الواحد يقعد في المكان، زي ما قلت لحضرتك قبل كده بيبقى قاعد في مكان كويس جدا جدا. يعني مثلا يعني شباب خارجين، ده الكافيه ده كويس، ده مش عارف ايه، ده ايه ده، لا تعالى بقى ده انا في المركز الشباب ده عنده قاعده جميله جدا، اوبن اير جاردن، والخدمه كويسه، هيبدا يجي. طالما جه عندي ابدا بقى ان انا ابدا اعمل بقى الايه، البرامج التوعيه والندوات اللي هي التثقيفيه. وطبعا ده بيبقى سياده الوزير الشباب والرياضه، طبعا يعني انا بحييه بامانه، يعني لان في عهده اتعمل حاجات كتيره جدا وبطولات كتيره جدا، وهو يعني الله يكون في عونه. فاعتقد يعني ان هو هيستغل الحته دي وينسق مع وزارات معنيه بهذا الموضوع. يعني هيبقى في النهارده تعاون مع اكتر من مكان اخر للتطوير اللي بيحصل ده اكيد، يعني مش بس وزاره الشباب والرياضه. وطبعا ده بيخلينا نقول وناكد انه فعلا بنشوف النهارده مفيش مسؤول بقى موجود على مكتبه النهارده، كل المسؤولين بقوا بيبشوا كل التطوير اللي بيحصل في الدوله وبيساهموا فيه بشكل مباشر واضح. نشوف كل النهارده مسؤول في المشروع وفي الانجاز بيتابع لحظه بلحظه، عشان كده بيحصل النهارده هذا التطور اللي حضراتكم بتشوفوه واللي بنتابعه كمان معاكم. بنحاول ان احنا نفتح ملفاته، يعني واحده من الوزارات المهمه جدا حياه كريمه، قد ايه هتفرق في حياه كل المواطنين، مش بس المواطنين اللي في القرى وفي الريف المصري، في كل مكان النهارده في ربوع الجمهوريه هنلاقي فيه اختلاف كلي وجزئي في كل يعني مناحي الحياه. كانت واحده منهم النهارده اللي بنتكلم عنها هي مراكز الشباب. خلينا كده في نهايه الفقره نقول ايه المتامل من هذه المبادره، لان احنا خلاص خلصنا المرحله الاولى وداخلين في المرحله الثانيه، فايه اللي احنا مستنيينه كده على انتهاء هذه المبادره يطرا ايضا على تطوير المراكز الرياضيه؟ بص حضرتك، هو المفروض ان المرحله في مرحله انشاء، المرحله اللي بعديها بقى اللي هو ايه بنسميه بالبلدي كده الحشو اللي جوه. فالحشو اللي جوه ده مهم جدا، ده اللي هيفرغ النتائج. انا عملت مكان كويس، ارجع اقول برده الحته دي مهمه جدا جدا، لاني انا لما اعمل مكان كويس هيجي لي الشخص. صحيح. طبعا الاشتراك بتاع مركز الشباب بيبقى اقل بقليل جدا بكتير جدا من الانديه، عشان يناسب كل الفئات كمان. بالظبط بالظبط. طالما جالي ببدا بقى اعمل له دورات رياضيه، اعمل له ندوات، ده التفريغ بقى. يعني ان انا باجي بيبقى اعتقد كان دوري مراكز الشباب هو كان موجود بس مش عارف يعني مختفي شويه، بس لو نشط هيبص لا حضرتك يعني بيفوقوا الانديه. انا عايزه كمان رساله من حضرتك لكل الشباب اللي بتشوفنا النهارده، يعني احنا زي ما الدوله بتقوم بدور مهم جدا للشباب، محتاجين كمان الشباب النهارده ان هو يساعد الدوله في انه يحافظ على كل الكيانات اللي بتحصل دي. ان ما نبقاش محتاجين الصيانه، احنا محتاجين نبقى الحاجه الجميله اللي موجوده دي محافظين عليها ومستمره معانا الى الابد. دي اهم حاجه، يعني بيقولوا الوصول للحفاظ على القمه اصعب من الوصول اليها. صحيح. فانا بعمل حاجه في القمه لازم احافظ عليها، فدي بتبقى صعبه جدا فعلا، لان بتختلف من سلوك
انسان وانسان تاني، اسره تانية، هو السلوك هو ده اللي هيختلف. ده بيجي بقى ممكن اعمل عليه زي كنترول برضو بطريقه جميله مهذبه، مشرفين، ناس بتوجه، ناس لوحات ارشاديه، حاجات اللي هي يعني ايه بتساعد او بتنبه يعني ان احنا نحافظ على المكان ده. يعني مثلا احيانا كتير في اريا مثلا ممنوع لعب الكوره فيها، مثلا في اريا تانية مثلا ممنوع فيها التدخين مثلا، بيبقى الحاجات دي بتبقى شامله جوه المركز. صحيح. فبتبقى منظمه ومرتبه فكله بيلتزم بيها، خلاص نحافظ بس نحط له الاسس. صحيح. يعني ما نسيبوش كده، لان لو سبناه كده هتبقى نوع من الايه، مش هنقعد بقى ايه يعني زي ما بيقولوا كل واحد مختلف عن التاني في سلوكه. صحيح. زي ما حضرتك قلت هو ده المحتوى، يعني احنا خلاص احنا عملنا المبنى بشكل جميل ومتطور وعلى احدث الامكانيات والتكنولوجيا، لكن بقى الناس اللي جوه، التنفيذيين اللي جوه، هم اللي يقدروا بقى يحطوا لنا اللوائح دي والقوانين دي اللي تنظم وتتابع وتشوف اي جدا. حاجه خارج عن الارشادات المطلوبه، اي حاجه ممكن تكون مش مسموح بيها تحصل جوه مراكز الشباب. عايزين فعلا زي ما احنا بنحاول ان احنا نبني مراكز شباب. تمام. يكون في كمان بناء للانسان زي ما اوصى عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام. بانه احنا معانا جمهوريه جديده بناس جديده. تمام. وتقدر ان هي تحافظ على هذه الجمهوريه. واعتقد يعني الناس او الانسان لما بيشوف حاجه زي كده قيمه اتعملت. صحيح. يعني عارف حضرتك بيبقى في نازع جواه، في عندنا احنا المصريين يعني في شهامه كده وفي نخوه، يعني هتبص تلاقيه يحافظ عليها. صحيح. يعني اعتقد يعني مثلا مترو الانفاق مثلا بيبقى ممنوع، مش عارف رمي ايه ممنوع ايه، بتلاقي الحاجه نظيفه، بيجي مثلا خاف ارمي حاجه. فهو ده فعلا يعني الدوله بقياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعمل لنا حاجه على اعلى مستوى. حاجة قبل كاس العالم اتعمل انشاءات حوالي 3 صالات مغطاه في زمن قياسي جدا على اعلى مستوى. هيل. وده بإشادة العالم يعني. صحيح. التجهيز على أعلى مستوى بكل الوسائل فيها. خلص كاس العالم نستخدمهم في الدوري، في الدوري المحلي، الدوري الإفريقي. بحييك يا كابتن وتشرفنا بوجودك معانا النهاردة، وأبقينا لكينا نظرة على جزء صغير جدا من مبادرة حياة كريمة. تمام. الكبيرة. تمام. والشاملة لكل مناحي الحياة. كان معانا النهاردة الكابتن سيد أبو المعاطي، أخصائي لياقة بدنية ومدير الفني لكرة طائرة. نورتنا يا فندم. شرف لي. شرف لي. طبعا لسه مكملين معاكم مشاهدينا نهار جديد، وهننتقل حالا لفقرتنا الثالثة والأخيرة، ولكن مع زميلتي الجميلة إسراء، استنوها بعد الفاصل.